كيف يعني بنت ساكنين حالها؟ ما بصير ما بصير، بتتأخر ما بتتأخر، بتطلع ما بصير، انه هيك صفوا انه بنتكم بعمان، ليه مش هون؟ شو بتعمل؟ كيف راضين عليها لحالها؟ انت بتعمل اللي بدك اياه، ما في لك خطوط، ما في لك اي حدا تراجعيه مرجعيه. انت مو اول حدا بيشتغل بعمان، ليه تسكني هناك؟ ليه تضلك بعيده؟ ايش بده يحكوا علينا العالم؟ هلا انا اول ما تخرجت من الجامعه بال2003 اشتغلت بعمان، فكنت اروح واجي يوميا، فكنت ادفع تقريبا 3 ارباع راتبي على المواصلات، فكان كتير اسهل واوفر لإلي انه انا اسكن بعمان. كدكتوره كتخصصي كان موضوع اني انا اسكن بعمان هذا الشيء الطريق الوحيد، يعني اذا انا بدي اتخصص بدي اكمل دراستي هذه الطريقه اللي ممكن اكمل فيها، يعني عمان كانت خيار من زمان. الفرص احسن بعمان من حيث الشغل وكارير ولقدام للمستقبل، وبرضه كان بدي البالانس بين الشغل والحياه الاجتماعيه، لانه صدفت انه المعارف كلهم بعمان، فكان صعب شغله انه تنقل كل يوم بين اربد وعمان. بالنسبه لاهلي نقلي على عمان كان إشي محضر له من قبل سنه، يعني انا كانت مخططي اني انا اكمل اختصاص بعمان، فتقريبا ما كان في مشكله بموضوع اني اسكن بعمان بالنسبه لاهلي. فالفكره بلشت معهم انه قلت لهم رح الاقي ادور على شغل بعمان ورح اسكن بعمان. كان في معارضه على الموضوع اكيد، زي كل الاهل، مع التعب اللي صار من اول اسبوع دوام اني اروح واجي كل يوم على اربد، اقتنعوا انه ما اقتنعوا انه يعني بالاخر رضيوا بخيار اني اسكن بعمان. اهلي ما عارضوا فكره انه انا اسكن بعمان، اولها انه كانوا يحكوا لي لا انه ما تضلك طول الاسبوع، انه بتصيري تيجي مثلا مرتين ثلاثه بالاسبوع، كمان كانت غلبه وكانت غلبه لي لشغلي، كنت اتاخر مثلا على الشغل، بتعرف المواصلات مو سهله، فصرت لا اضل طول الاسبوع اروح بالويكندز مثلا خميس انزل وارجع سبت المساء. هلا المشكله بالنسبه لي كسكني بعمان مش مباشره، بس بتحسيها بنظره المجتمع لفتاة انه ساكنه لحالها بعمان، او بتحسيها من ردودهم او بنقاشاتهم معنا انه انت ساكنه لحالك، او انت فاتحه بيت لحالك، او انت بعيده عن اهلك، فهيك بحطوكي زي كانه انت لك خانه معينه. يعني شوي كان في يعني خلينا نسميها زي استغراب من الناس اللي حوالينا وخصوصا القرايب، ما بتطلعوا انه والله هي البنت قد حالها، بنت بتشتغل ومصاريف بيت وقايمه بكل امورها لحالها، لا بصف بتطلعوا على الجانب السلبي منها، انه بما انها لحالها معناته ما في اهل، ما في مسؤوليه، الاستهتار، بتفوت وبتطلع متى ما بدها. شوي كنت اواجه الناس انه لا عادي، وشو يعني، وواحد عارف شو الصح من الغلط، ونحن كبار. شخصيتك بتصير مسؤوله اكثر، معتمده على حالك ماديا وشخصيا وبقراراتك، هذا الاشي بياثر كثير لما تكوني مسؤوله عن بيت، مسؤوله عن نفسك بعمان. احسن اشي بالسكنه لحالي بعمان يعني صرت اعتمد على نفسي اكثر، تعودت على الاستقلالية أكثر، صار قراري بإيدي دائماً، يعني شخصيتي قويت كثير. كمان بتختلطي بناس ثانيين يعني ببيئات مختلفة، فبصير عندك خبرة بالتعامل مع الناس، هذا كله غير مجال عملك، يعني هون الشغل كثير أحسن والإكسبيرينس كثير أكبر.